راه جايين غير نحاول ماني غادي على كلشي مليح نحترم وما تنغشاشا اي سنه بقران انسان يكافح من اجل قيم مغانط وشي قيد عن التفاصيل لهذا غنحاول ان نكالم الوضع ان كوشيت على كلشي مليح حيد Thank you.
Let's
يخسر فوق ديال الجو انت احتراما لشاشة الى مفواه الاخيرا بالصمت شوي السكات احتراما له الشرف عبد الشرف هذا المخزن هذا يذنب مخزنين غرس لوبجيكتيف المخزن هذا غرزي صافي بينهم عبد اللطيف اللعبي الناس هما مش همته وهذا الشديد وهذا زير حقوق الانسان وصية الانسان كذا رغم انه الناس اللي هنا كان الزوج خاص معطين الزوج خاص يجي الشبعه الحمد لله كذلك نهار نعس الناس يعدود لايف في فيسبوك نزلت المارا الشبعه تكلف الزاكس الشبعه تكلف الزاكس الشركه ولكن شنو خاص السوار بالنسبة للسبت إلى جاء المواطنين كسين وسين زريط إلى غير ذلك بالنسبة للجمعة خدمة الشريز الشركة خدمة الشريز هذا المسجد إلى غير ذلك الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله شي الناس إنك نتابع إنك مرة وسيد نعم يقدر سمر هذه شي نفقي هذه دعو عاد روحك كيزن دعو الناس مرة خصتهم شي نفقي مين دين الناس أنت ياك مرة نفقي وسيد هذه نظر قول عني الله يوسع عليه الله يرحمه ويرحمة الله شتو يقع بدون احترام بدون احترام الجثة إلى غير ذلك بالنسبة للشاشة شاشة وما داخلش كيمانيا شاشة تنبز القضايا الكبرى شاشة كاتب يوري عيش الكتاب غير غاس قيمة تم قرانتها تم الزاكس العالم يسرى العالم يسير داني تواندوق الوطن باش هذي أكد حق العودة على الوطن القيمة تاد العمق انه هو دي دورة الوطن هذي قطوتها وتشي باش نتوسط قبل سمارك يا ولا بالنسبة ينشري بالنسبة ينشري بالنسبة ينشري العائلة ذاني تيد تتحمل مسؤولية شي الناس دمين دا سنة وندخل شيك الشؤون العائلية ذا ذا غماس ذا يماس ذا سويث ماس ذنا اثنين ميغاجة الرقم واحد قد قرار اما شي نحض نظن نيش وارد شي نحض نظن واخا تما وغاز بورح كيمانيا لهذا نتحياشكم نطلب الهدوء نطلب هذه على كل شيء بالنسبه للشاشه يا بنات من التضامن بنات الناس الزوالي جمعي وذان بدون تفريقه بدون صداع بدون